أحسن الله إليكم. المستمع إبراهيم بن مقحم المقحم يسأل عن حكم قبول شهادة بائع الحمام. الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، وبيع الحمام للأكل أو للاقتناء أمر مباح، يجوز الإنسان أن يشتغل ببيع الحمام، لأن الحمام طائر مباح الأكل، فإذا كان يبيعه للأكل أو للاقتناء واستنتاج فراخه فهذا عمل لا بأس به وتقبل شهادته، إلا إذا كان فيه ما يجرح عدالته غير ما ذكر من بيع الحمام. نعم.